في حلقة جديدة من برنامج نفسنا. برنامج نفسنا اللي كيدهم، برنامج نفسنا أحلى برنامج بيتكلم عن الستات، برنامج نفسنا برنامج النساء الأول في مصر والعالم العربي وكوكب الأرض كله. وكالعادة دايما عندنا مواضيع شائكة وشيقة ولذيذة وجميلة، وتحس كده ان هي ايه يعني على بتحك في بتعمل مشاكل دايما دايما. نقول تعالوا نمشي على الرصيف، مفيش فايدة، برضو نلجأ دايما للمواضيع اللي هي محدش بيتكلم فيها. احنا بقى بنتناولها. موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع المعترض. انت طول النهار فاكر نفسك يا حرام، يا ما هنا يا ما هناك، ذكاء ما حصلش، خبره ما حصلتش، معلومات وثقافه ما حصلوش، وفي الاغلب بتبقى مش كده خالص، بس انت عندك نقص فبتحاول تعوضه. فطول النهار قاعد تنظر بقى على الفيسبوك، تنظر على السوشيال ميديا، تخش كده ترزع لك كلمتين ما لهمش اي 30 لازمه وما لهمش اي 30 معنى، تنتقد فيهم حاجات انت مش فاهمها اساسا، سامع عنها بس يعني ثقافتك كلها سمعيه، فتخش تعمل لك بقين كده يعملوا شويه لبش على السوشيال ميديا، وبعدين ما انتش ابو العريف قوي يعني، اكيد في حاجات في الدنيا انت مش عارف عنها، مش لازم تنظر على كل حاجه. وبعدين هو كل حاجه في الدنيا دي وحشه؟ مفيش حاجه واحده كويسه؟ يعني انتقد شويه وامدح شويتين. ما ده اسمه نقد هدام، مش نقد بناء. عارفه ولو ربى حمامتين فوق السطح بيتهم هيولدوا له زغلولتين. يربي حمامه واحده هو بس. انا يعني سيبكم بقى من اللي انتوا بتقولوه بقى وموضوع الحلقه، انا مش فاهمه. نط على الكرسي وقاعده كانها صاحبه بيت، بص المنظر والله ترقص يا بنت. انا مش عارفه ليه عايشه في مجال يعني كتاب ادب فرنسي. تحس انها طالعه من كتاب. لا طالعه ليالي ليالي اوجيني. لا سيبك من انها لابسه ايه الادب الفرنسي في اللبس بس. لا لكن الادب حقيقي. انا فرنسي وانا فرنسي هتلاقي. لا مفيش. طب انت هم ايه اللي جابك، ايه اللي نططك هنا كده؟ في اشاعه بتقول ان احنا بنبين العين الحمراء لاي مذيعه جديده بتيجي، عشان في ممكن واحده تيجي او ده حصل وخلاص عملت نفسها صاحبه مكان وصاحبه بيت، فبتبتدي تتعامل على انه برنامجها، وبعدين تيجي تدور عليها مين دي، تقعد تسال، ممكن تكون مامتها في البيت ما تعرفهاش، تلاقيها معديه في الصاله تقول مين البت دي جت منين. هو ساعات المذيعه اللي بتيجي بتبقى دماغها ان انا مذيعه وانا هبقى لايقه على البرنامج يعني، ويعني بيبقى عندهم ميول اكتر ان هو يبقوا معانا اكتر من الممثلات. فاحنا من الاول بنبين لهم ان مش هينفع اللي بتفكري فيه، ما تحاوليش. معرفش يخص يقولي تعالي هنا البرنامج ده مش اي حد يقول لك تعالي تروحي. ما انا بقى هبله السوداني بتكسفوني وان انا بتكسفوني قدام الاجانب. دي دخلت على الاوضه الصبح وعملت ستفت نفسها كده وعملت البتاع اللي على جنب دي، هطلع لكم شعري بره التلفزيون وجوه التلفزيون وجنب التلفزيون. لا وعايشه في الدور كمان نفس التسريحه. لا ده انا مش عارفه اتكلم عن الموضوع اصلا، ده انا من كتر ما انا اتالقت وتعمقت في قصه الانجليزي اللي انا فيه ده مضطره احول الكلام انجليزي. الله الله. حافظه بقى حاجه على فكره، ترانسليت تو انجلش بليز، مش هقدر العربي خلاص. طب انا عايزه اشوف الفرنساوي، محتاجه نشرح الفرنساوي من حضرتك. بارلي ايه؟ بارلي ايه؟ الغلابه خالص خالص. انا شفت حاجه انا مرتاحه قوي قوي. بس انا عندي مشكله. ايه البتاع اللي على دماغي دي مصدعانة. يعني هي مدلدله بتاع هنا مضايقاها وانش حاطه بتاع فوق مضايقاك. طب ما تسيبي حبه نفسي. مين يا اختي؟ يا بنت ده انت تقعدي عمر على عمرك عشان تشمي نفسك عشان تفكري؟ ها تقعدي قدامي ياما. بس انت قعدتي قدامها غريبه قوي. ياما نطقت بنت نفسي. مين في نفسي؟ مين انا اسفه والنبي. روحي الواحده يا بنت، روحي الواحدة من سنك نفسيها. سني ازاي؟ عشان سنك مغرى. سني ازاي؟ انا عملت ما صدقتي مسكتي فيها. لا سنها سنها وعمرها الفني مش سنها. السن لا ايه مش بالسن. لا لا برضه برضه انت النهارده. لا لا عشان نفسي مين؟
سيبيلي حد من كبارات البلد ينافسني. ماشي ماشي حبيبه باشرف رسيم تيم اول عندك هناك هيجي يقعد ينافسني هنا فعلا من كبار البلد. بس هو اللي بيجي على الترابيزه ما بيبقاش عارف السيستم واللعبه بتبقى عامله ازاي، وبيفتكر ان هم انتصار وبدريه قاصدين يعملوا كده عشان يوروها ان هم الاساس، بس هي الحقيقه هم بيلعبوا الجيم اللي احنا كلنا بنلعبه على الترابيزه، بس اللي بيبقى جاي ما بيبقاش متخيل ان الجيم شرس كده. طب ادخل في الموضوع بعد اذن حضرتك؟ لا من حقك تتكلمي على فكره بجد؟ اوعي تفتكري ان احنا بنكبت حد. لا لا ابدا لا 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 النهارده يوم لا لا النهارده لا لا انا لو منك اقوم امشي اتشعد انا مش عارفه ايه. عمال ننصحك ننصحك ما بتتنصحيش ليه؟ السلام عليكم. اشتري نفسك، اشتري اعصابك، اشتري دماغك، ربي يعني عينك. انتوا كده معترضين عليا، هم كده معترضين عليا. ولسه في حلقتنا المعترض اللي معاه سيجارتين كوكو الضعيف، سندوتش الطعميه جيبه ما فيهوش غير 2 جنيه، ما تنسوش السجاير فرط ما جابش علبه بوكس. لسه مع المعترض ده اللي طول الوقت بيعترض، اللي بين دايما تلاقي فيه اسود في اسنانه كانت يا عم باظت يا عم، لو عايزه تصلح كان عم صلحوها من زمان، دي خربانه هو ده. فخلينا لسه مع المعترض ده في الاقتصاد وفي السياسه وفي الفن وكل حاجه ورور. ده بيتكلم في حقوق المراه. لا ولو واحده مع شوف المنيه ماشيه ازاي، الراجل مكلمه مراته، شوف الراجل سايب البت ازاي وانا حاطط ايدي على يا راجل يا راجل. يلا بينا نطلع نشوف التقرير بتاع الخطيب ونرجع نكمل فقرتنا. الضحكه دي يابا يابا ليه؟ ايمن 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 اسمك ايه؟ اكرم. مش ايمن؟ لا مش ايمن. ايه البواخه دي؟ يا والله انا جاهز. ما انا جاهز. اديني. بتبقى شخصيه معترضه دايما ولا عادي؟ مش دايما يعني، اذا حاجه اوفر اوت. لا لا مش دايما. جو انا ماشي مع السير يعني، اي حد يقول حاجه انا معاه. امنعها. بس هو الفكره عجباني. امنعها. لا انا في اي حاجه، ليش في اي حاجه؟ اي حاجه اي حته رايحين انا معاهم. فلوكه ماشيه في النيل. ايوه اي حاجه اي حاجه انا معاهم. لا على حسب دماغي. يعني لو فكره انا مقتنع بيها. هعملها. انا معاك يا رجاله. بالظبط. لا والله عادي ما احد اعترض يعني على حاجات. طب هو مثلا بيبقى فعلا فاهم يعني بيعترض عشان هو ان هو فاهم فعلا، ولا هو بيعترض من اجل انا خلقت له اعترض؟ تعترض كده وخلاص، حتى هي مش فاهمه، سمعت انه لا وخلاص. طب ليه لا؟ لا وخلاص. هو كده. يعني هو كده. لا هو شخصيته كده، هو شخصيته ان هو فاهم يحب يتكلم كتير، هو يعترض. متعب 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 عيل رخم رخم. لا هو من ادم خلق لا يعترض. في ناس كده اصلا. الناس يعمل الفيتو. الناس يعمل ايه؟ الفيتو. الفيتو ده فيتو يا نهار ابيض. عيد البتاع ده تاني. عايز هو يفتي ويجود. لا لا ما بزودش انت كده. هو بعضهم يسوي نفسه فاهم، بعضهم فاهم، يعني ما تدري ايش السالفه، بس انه هذا هو نفسيته، هو واحد يعني كذا، هو يحب يسولف واجد، بس انا اسكت خلاص. اسكت تنهي الموضوع كله. طب انت الشخصيه المعترضه دايما دي على الفرغه والمليانه وكل حاجه، رد فعلك معاها ايه؟ بقعد اتكلم معاه ما رضاش خلاص اسيبه. بتجيبه بالسياسه الاول؟ بالسياسه، ما جاش براحتك. الابتسامه الجميله اقول له عايز حاجه؟ بونجو. خلاص بقى خلاص بقى فكك مني بقى. انزل انزل كفايه عليك كده. وقتك انتهى معايا. ما تصدقني ما تصدقنيش. انت من دماغك. هو مش ناقصه، هو اصلا عامل فيها تيجي وبتاع وبتاع. ايوه حلو اتيتيود ده. ايوه هو ماشي كده وبتاع. بستخدم برج العرب واقنعه. وبتقنعه؟ بيقتنع؟ بيقتنع 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 100%. بيقتنع 100%. يعني انت مش يعني انت مش مقتنع بالموضوع خلاص. ما بحبش اتحايل اصلا. ما انا مش جاي عشان اعمل معترض. قلت كده والله. ايوه انا ما بحبش اتحايل. ما انت تعترض بالذوق. ما معترض انا مش عايز. عمر سائل سائل من الدرجه الاولى. والله انت عارف الواحد بيبقى موده قافل كده ويجي واحد سائل زيك كده يفتح. مره في واحد دخل بيته وما طلع. حلوه حلوه حلوه. بتحلف انها حلوه يعني. في ناس كتير قالوا في التقرير ان المعترض ده بيبقى شخصيته كده، تركيبته كده، يعني عيب فيه كبير كده، وتلاقيه معترض ومنتقد دائما.
والشخص ده برضو في ناس قالوا انا احنا بنبعد عنه او احنا بنقطعه، ودي حاجه كويسه جدا لان المعترض ده صعب قوي تغيره. لو هو جوه نفسه ما اكتشفش العيب ده فيه وبدا يتغير هيبقى نقمه على الصداقه دي وعلى العلاقه دي. نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع. ممكن تقولي لي بقى لما قابلت الشخص المعترض ده يا ترى اتعاملت معاه ازاي؟ اتعاملت معاه ازاي؟ هو انا فضلت اتعامل لحد ما اتجننت، دي اول حاجه. اتعاملت عادي، عارفه ضباط الشرطه اتعاملوا يعني ضربوا عليه النار. لا اتعاملت والله، فضلت صبره 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 اللي هو كده صبره صبره من سنين يعني. بس على اعصابك. على اعصابي، مهدئات بقى، اخد مهدئ واتعامل، مهدئ واتعامل لغايه ما بقيت لحد ما جيت موتني يخرب بيتك. اه خلاص ما بقتش بقى بقول يخرب بيتك بقى، جريت بقى، جريت في الشارع وجيت لكم على طول يعني مسافه السكه. بس انت ما جريتيش لحته هترتاحي فيها يا حبيبتي روح قلبي. فعلا كان نفسي اقول لك الراحه عندنا، بس مش هتلاقي راحه خالص. ده انا ضيفه وجايه لكم في الصبر فرح. التشريف ده جاي لكم بالكلام العادي والله. شوفي ده خناق، ده الكلام العادي كده على طول ضرب من تحت الحزام. عايز تمشي امتى؟ بعد بكره؟ طب ليه مش دلوقتي؟ فعلا؟ طب انا لو قلت لك انا ماشيه يعني انا لو قلت لك انت سوري انت انا ماشيه دلوقتي تقولي لي ايه؟ موري ب 60 داهيه فعلا؟ اكسر وراكي اقول لا؟ هو انا لسه هكلمك في مصلحتك؟ هو انا لسه هكلمك تعمل ايه وما تعملش ايه؟ انت طول الوقت معترض 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 ومش عاجبك حاجه ودايما عايز تبقى وتبقى وتبقى وتبقى. على فكره اوعى تحاسب الاخرين على اخطائهم، حاسب نفسك لو على اخطائك. يلا دلوقتي هنروح لفصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم ولسه بنتكلم على شخصية المعترض. المعترض ده راكب الاتوبيس رايح مكان ما يعني، ففجأة هو في الاتوبيس يقول لك يكلمك من غير ما تعرفه كده، ولا ليه علاقة بيك ولا انت يا عم انا مش عارفه اتوبيسات القطاع انا عندي امتى ينضفوها ويظبطوها كده، بس الناس هو بعضها ازاي؟ رسن رسن رسن، هو احنا ايه بيشحنونا في علبه سلمون ولا ايه؟ شوف بره كده تلاقي الناس راكبه كلها برفانات وماسكين كتاب كده، والناس راكنه عربياتها الملاكه بتركب المواصلات العامه. انا مش عارفه واحنا فراخ ولا ايه؟ العدد في الليمون نفسهم يقصوا نصنا، مفيش معامله، وعمالين ندفع فلوس وندفع تامين، يحطوها لنا في المواصلات، يحطوها لنا في الاناره اللي في الشوارع، يحطوها لنا في الارصفه، عاجبك المنظر ده؟ سلبي سلبي ثورجي هيقوم ثوره. هو اللي بيرمي الزباله في الشارع على فكره. لا ده من العربيه هيحصل حاجه دلوقتي. شوفي ده المعترض على كل حاجه في البلد، ايه رايك نفور لك الحكومه عشان تتبسط؟ فجاه تعدي ست كبيره في السن في عز ما هو عمال يتكلم على الاخلاق والضمير والفساد والرشوه والسرقه وبيسرقونا، ست كبيره عدت، تفتكروا وسع لها لورا؟ لا سايبها محشوره كده بتعدي يا حاجه. فالولد يقول له حاضر يا ابني، يلاقي كرسي والست واقفه جنبه ولسه هتنزل كمان اربع محطات، اول ما يلاقي كرسي يقوم زائق الحاجه ونطت على الكرسي وقاعد. صح. انت على فكره بتعمل حاجات عكس اللي بتقولها في نفس اللحظه. انا عملت ايه؟ حتى ركبي مش عايزين نريحها؟ ده انا من اول الخط انا شايل يا حاجه، وانا قلت لك حاجه يا ابني. يا سيدي قعد الست كبيرة والحامل يا عيني تبقى على اخرها. قعد الست، طب قعد البت الشابة اللي مزنوقة في وسط اربع شبان دول طلعوا عينيه. ده هو لو طالب الخامس هيقعد. والله العظيم. اساسا مين عينك ان انت تصدر احكام طول الوقت على الناس؟ مين عينك يعني؟ يا ريتك انت معترض مثلا في العموم، لا ده في معترض اللي هو المنتقد اللي دايما بينتقد الشخص اللي قدامه، اللي هو انت ما اتصرفتش كويس وانت ما عملتش كويس وانت تخنت وانت خسيت وانت ذكي وانت غبي وانت ناجح وانت فاشل وانت كان المفروض. انت مين عينك اصلا قاضي على الناس عشان تحكم عليهم وتقيم افعالهم وتصرفاتهم وافكارهم؟ انت اصلا فيك العبر، انت اصلا عندك مشاكل كتير، انت اصلا لو بتقيم نفسك اصلا وبتنتقد نفسك عشان تبقى بني ادم احسن ما كانش هيبقى عندك وقت ولا عقل ولا مخ ولا تركيز انك تقيم اللي حواليك وتنتقدهم. كل بني ادم اللي في كومبيتيشن مع نفسه منافسه مع نفسه انه يتحسن ويبقى بني ادم احسن ويحل مشاكله وعيوبه مش هيبقى عنده وقت يفكر في اللي حواليه. في كمان مش رجاله معترضين بس، لا في ستات معترضه، والستات المعترضه دول كمان ساعات بيغلبوا الرجاله. يعني الست فزلوكه هانم واللي فاهمه نفسها انها عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه، وهي اعتقد انها من جواها بتبقى عارفه ان هي لا فاهمه، لكن هي بتعوض نقص عندها. لا دي مقتنعه لدرجه ان هي مقتنعه مش، لكن هي حاسه برضو هي مصدقه يعني، تبقى مثلا قد كده هي مصدقه ان هي خينه كده ليه ولابسه كده؟ ده الجينز عليها عامل معرفش ايه. طب ما انت يا حاجه انت لابسه ايه؟ ولا عامله في نفسك ايه؟ او تقول لك انا رفيعه وتيجي تقول لها فعلا انت مليانه ولا كده؟ فين ده؟
يعني بالعكس انا بحب الرجل، الرجل المليانه دي والامليكه الملفوفه، وبحب الوسط الصغير والقاعده كبيره. انا بحب الشكل ده. النادي بقى القاعده كبيره دي على النادي لما تبقى سنة وتلاقيها قاعده في النادي لغايه الساعه 11 بالليل، ولا كانها عندها مدارس الصبح، ولا كانها عندها بيت، ولا كانها بقى ولا محاشي، ولا انها تعشي عيالها، وقاعده تنظر في ازاي النادي ينتقل لمرحله ثانيه، وازاي الراجل ده يعني متجوز الست دي والمخده ما تشيلش اتنين حلوين. سبحان الله. والوحشه لها دختين، ودي بخوت لمكتكتين الروس، وطول النهار الساعه 12 عندها مدارس، عيالها حواليها مش متروحش، بس العيب مش عليها، العيب على جوزها اللي سايبها في النوادي ال 11 ونص. ده انت حما قرشانه تسرح في النوادي. نوادي احنا بتوع نوادي، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. انت ساره اللي بتقول لا، نروح للتقرير عشان شكلنا قرارين. احنا فعلا موضوع حلقتنا عزيزي المعترض. دلوقتي تفتكر امتى الشخص المعترض ده 24 ساعة في كل حاجة، في كل موضوع، في كل شيء بيتقال، انت شايف ايه مشكلته؟ انا شايف الشخص المعترض هذا شخص ضعيف، يعني ضعيف شخصية، ضعيف شخصية ونابس، ما هو شخص ناجح يعني، من اجل الظهور، يعني من اجل يظهر او يحقق شيء يعني في نفسه. يعني ماشي بمبدأ اسمه خالف تعرف. اللي يعترض على الفاضي والمليان هذا شخص ضعيف، ضعيف وشخص ما هو ناجح وما عنده حل مشكلته في الحياة إلا إنه يعترف. مش فاهم حاجة وما يفهمش. الشخص الناجح يحل المشاكل. صح. ما يعترف. أي مشكلة تقابلني ألاقي لها حل. أنت بتتعامل معهم إزاي بقى؟ الشخص اللي أنت عارف إن اعتراضه ده من أجل الاعتراض أو من حاجة. أنا أحاول أتجاهله يعني. احاول اتجاهله وتجنبه تماما، ويعني ما اخفي اسايسه. طب بقى حاجه انسانيه، لو طلع الشخص ده قريب منك او هو صديقك المقرب او اخوك مثلا او حد قريب منك، وهو بقى الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، هتبقى معاملتك معاه ازاي؟ والله انا همسحه يعني. طب انت بقى الشخصيات دي، انت الشخصيات اللي بتعترض كتير؟ لا عمري ما اعترض. اوعى اوعى تكون كلامك ده كله وتطلع انت اللي في الاخر انت اللي بتعترض. انا بعترض اذا كان الموقف يتطلب اعتراض. يعني كان بحق، لكن انا عموما يعني من ناس قليل الاعتراض. لكن في اعتراض بالحق هذا ايجابي، انا ما اقول لك لا. طبعا. يعني في ناس ممكن يعترض على شيء معين او على موقف وهو ما أحد فيه، هذا لا يعني شبولي يعني ما نقول عليه شيء. احنا مش بنقول حاجة، احنا بس عايزين نقول كلمتين بصوت جدا. انت من حقك تعترض، مش من حقك توافق على اي حاجة على طول الخط، بس لما تعترض تبقى عارف انت بتعترض في ايه، بتتكلم في ايه، هل اللي انت بتتكلم فيه ده مسموح لك تعترض فيه ولا لا؟ طب انا اعترضت، الاعتراض اللي انا بعترضه ده صح ولا مش صح؟ ما اعترضش على حد مش من حق اعترض عليه، كل واحد حر في نفسه. ما نظرش على حد، ما وجهش حد، ده في حد ذاته اعتراض غير مقبول، لان انت ممكن تتحرج وممكن حد يقول لك انت مالك مدخل نفسك ليه، وبدل فعلا ما تضيع وقتك. او ممكن بدري يعترض ويعتد هو يعمل اللي معترض عليه. يعني معترض على مثلا وسخه في الشارع، هو ينزل يكنس. معترض على ان العماره شكلها وحش، لم وبيض. صح. وبعدين فعلا اللي بيعترض لو ما عندكش الحل ما تتكلمش، لان دايما اللي بيعترض ده قاعد كبير في وسط ناس بيقول وجهه نظر ومعترض عليها، يبقى من حقه ان هو يحل. عندك الحل اتكلم، ما عندكش ما تتكلمش. ارحمونا، اعترض على قد امكانياتك فعلا، قدام المرايه كده مع نفسك اعترض براحتك. انما انت اعترضتش مش على طول الخط يعني الاعتراض ده. نطلع فاصل ونرجع لفقره الضيف. استني وصلنا لفقره الضيف، وضيفتنا النهارده يعني هي مجموعه مواهب مع بعض، هي مذيعه تلفزيون ومذيعه راديو وممثله ما خفيف وعندها حضور وطله مختلفه ولذيذه كده ونخشه. هنقعد معاها ونعرف منها حاجات كتير عن اللي فات واللي جاي. معانا النهارده ايه عبد الله. مساء الخير، انا الاعلاميه ايه عبد الله، انا هكون ضيفه معاكم النهارده في نفس سنه. انا الصراحه مش زي كل الضيوف اللي بيجوا يقولوا احنا جايين عشان خايفين، انا الصراحه مش خايفه، انا جايه العب معاهم لعبه النفسانه اللي هم بيلعبوها كل يوم، وبعدين دول ممثلين اصلا، فيعني الواحد لازم يخش
انجوي معاهم الحلقه النهارده، ومش هقول ان انا نفسي ما ينفسلوش عليا، خليهم ينفسلوا واشوف انا يعني هقدر اسلك معاهم ولا لا. هم كلهم ممثلين وليهم طبعا الفانز بتوعهم، وانا واحده اكيد من الفانز بتاعت انتصار وبدريه او سواء هدي، وانا هحاول ان انا افتكر التمثيل معاهم النهارده وانفسل معاهم في حلقتنا. يا رب الحلقه تعجب. معروف ان النفسانه بتكون ما بين ستات، بس انا شايفه برضو ان الرجاله بتنفسن على بعض، فمش معنى ان احنا هنقعد قعده ستات النهارده وهننفسن على بعض معنى كده ان انتوا ما بتنفسنوش، انتوا كمان بتنفسنوا. ممكن في راجل ينفسن جدا على واحد صاحبه ان مراته احلى من مراته هو شخصيا، انا ما اعرفش من مرات مين. فانا شايفه ان النفسانه كمان موجوده بين الرجاله، وهو ده احساسي بالنفسانه في حياتي. قعده الستات اول حاجه بيكون فيها النمو، تاني حاجه لو هم ستات واصحاب جدا بيكون فيها نفسانه، ده اكيد. بس نفسانه لو صحاب بجد هتكون نفسانه بسيطه. انا جاهزه للنفسانه، انتوا جاهزين؟ مش عارفين نفسلين والله العظيم من نفسلين يا مامير، مش عارفه اقول لكم يا حلوه بحبك ويا مامير. لا بلاش البقين دول اللي عايزه تاخدينا بيهم على حاجه، بيخشوش على بريه خالص. عايز اقول لك قبل ما اجي اقول لهم يا جماعه، طب هو ليه كل واحد بيخش يثبت الاول؟ اه ما تخش تتعرف على الناس ونتكلم، ما يمكن يطلعوا كويسين. اه بالظبط، يمكن يطلعوا كويسين. بس بقى يمكن عاملين ايه؟ لا انت حبايبي انت عايزه تستفزيني بقى ولا لا؟ انا مش هقدر استفزك، مش بتضايق. لا والله لا فيش. انت استهنتك بينا في تفكيرنا، يعني تعتبر قله حياء. يعني لما تخشي على طول انت تلقلقي في الكلام، انا بنقول لك ازيك ايه، فانت تخشي على طول تجيبسه. هعمل ايه؟ هعمل ايه ده؟ ايه يعني انا بتستهيني؟ اول مره حد يستضيفني الصراحه، فبرضه لازم تعذريني. خلاص سيب لنا الميكروفون بقى. لا انتوا اصلا مش سايبين الدنيا عشان انا اسيب لكم. الله اكبر. انتوا انتوا يعني اصلا نفسانتكم انتشرت في مصر. الله اكبر. الوطن العربي، والوطن العربي انتوا اصلا خليتوا الناس كلها قاعده بتنفس. احنا ما خليناهمش نفسنوا، احنا اكتشفنا السورس اللي جواهم، البذره بجد سقيناها بجد، رعرعت وردت. ايوه اوعي تفتكر ان في حد من كل الناس اللي قاعده دي حتى قاعدين بيشوفونا مش منفسنين. لا كل واحد جواه البذره. ايوه ما احنا عندنا رجاله كده، احنا كل اللي حكايه بس شاورنا لهم عليها. رجل 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 طلعت. بس انتوا ما بتنفسوش على الرجاله قوي ليه يا جماعه؟ كل ده احنا بنتشتم بالرجاله طول النهار عشان احنا بنتوهم. لا الرجاله اللي بتجي لكم انتوا بتظبطوا معاهم عشان حلوين. احنا مننا حلوين، لان اول ما الراجل يجي بيعمل كده. بصي الراجل برضو ايه اللي علمك اهدى من الست تزميلك كده. اول ما يجي لا بيدي العشرة كده، اعملوا اللي انتوا عايزينه يا حبايبي. انا قابل. طب اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا ريت تاخدوا كام؟ يا ريت تاخدوا كام؟ بدريه ضعيفه شويه قدام الرجاله. كده معدينا جنب الضيف. اه وبعدين انا اللي بيطلع، انا اللي بستقبل الضيف. انا اللي بيضرب جول، انا بيطلع جول، انا اللي بقى عاداني. والضيف على طول انا الحزن الدافي. انت بتحبي التغيير. اه لا 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 حلو، ملهاش امان ملهاش امان. خدي بالك بس انا عاجبني شعرك. ومش بس بقى هي النهارده متغيره والله العظيم. ما طب انا ايه عايزاكي، انا عايزاكي تحكي لي اجمل حد كتير والله. بصي عايزاكي تحكي لي رحله الفشل اللي في حياتك. هو فشل كمذيع؟ دي فشل، دي فشل. مين قال لك انه مش فشل؟ فشل مين؟ رحتي فين وليه؟ وبعدين رحتي فين وعندي كام سنه؟ وبعدين سافرتي رحتي فين؟ عايز الفشل كله. انا في جنبي فشله برضه، رحله فشل مذيعه فظيعه. ما انت مش فاهمه ليه. انا هقول لك بقى ليه. انا هقول لكم بعد ما تحكوا فشلكم ايه. مش هسيبك والله. هرد عليكي، هرد عليكي ليه انا فاشله بس في المسك. بلاش نبدا بالفشل عشان عايزه احنا احنا بنتكلم مع بعض. انا فاشله بمزاجي. انت فاشله بمزاجك؟ اه انا فاشله بمزاجي. ما اسكتي احسن. اقولها انا فاشله بمزاجي. لا 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 عشان هقول لك يا ايه، انا سبت بمزاجي واتجوزت وخلفت. لا ده انا لو كنت قاعده كنت قاعدك في بيتك يا حبيبتي. لا بلاش دي بقى، انت شكلك مش شكل الكرسي ده هياخد كويتين. بس ده ملوش امان. عارفه عارفه كل حلقاتكم على اليوتيوب الكرسي ده مش انا بس في حاجات مستعيبه اتكلم فيها. الترابيزه المستديره يا جماعه. عيب لما انتصار تقول الكلام ده، عيب. خلاص بقى ده حاجه قدام الناس. طب النهارده احنا بنتكلم عن الشخصيه المعترضه. اه الشخصيه المعترضه دي بقى قابلتي منها ناس في حياتك او في شغلك وبتتعاملي معاهم ازاي؟ طب مبدئيا كده انا اصلا شخصيه معترضه، انا برج العذراء. انت زيي وانا زيي حبيبتي. انا عذراء. حبيبتي عذراء. اقول لك مين؟ ثلاثه عذراء، ثلاثه عذراء. وانتصار وانت تفتكروا هيسكتوا؟ تفتكروا هيسكتوا حبيبتي؟ انا عن نفسي ايوه انا عذراء. لا ربيع بجد. انت الربيع كله. لا بجد بس
عشان مش برج. انا عذراء يا حبيبتي. عذراء؟ ما عندي بنتين تاخديهم؟ انا عذراء. تاخديهم؟ عذراء. عذراء دول الابراج طيبه. لا بس بس معترضين. منتقدين دايما. منتقدين ومعترضين. بس بنتقد جوه قلبي والله ما باذيش حد. هم طيبين بس بيعترضوا. بيحبوا يعترضوا. بيحبوا ليهم شخصيه وراي يعني. بس احنا بنتكلم على المعترض اللي هو طول النهار والليل عمال على منتقد بس. اللي هو مفيش حاجه قريب يعني. قريب. ايه رايي فيهم؟ ممكن اعمل فيهم ايه؟ هطلع عليهم بقى اعتراضي. هطلع عليهم اعتراضي في كل حاجه. يعني انا اصلا ما بحبش اللي طول النهار ده، يعني ممكن الواحد يدي تاتش كده بس اكتر من التاتش لا. هيبقى ملل بصراحه. صح بصراحه. الواحد مع الوقت بيشتغل على نفسه. ما سالتنيش انا برج ايه؟ انت برج ايه؟ انا مستنيكي تقولي والله جوزاء حاجه وجوزاء. عقرب. انت عقرب ما بحب. ميزان. العقرب ما بحب. تافه. تافه. دلو. لا الميزان تافه. الميزان تافه؟ لا لا خلي بالك دي شخصيه قويه جدا. الدلو 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 جد؟ اوه جد يا اسكي يا جد. جد شخصيه قويه جدا. ذكي موت صراحه. مش عايزه تقول برج ايه برضه. انا تور. تور. انت تور؟ لا 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 تور؟ بيني وبينه ايام. بس هي دي ممكن بس طيب بس التاتش ده. التاتش ده بس. لا بس بيزعلوا ويعبروا ويقولوا. دول في العلاقات هيبقوا عاملين ازاي دول؟ انما ما ازعلش منك وداري واخبي وعاملك وانا مش فاهمه. اوكي. لا انا اقول لك تعالي هنا انت كذا وكذا 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 فاعملي لي كده هتبص لي حبيبتي. عارفه الجو ده؟ عشان كده كل ضيف يجي يقعد يقول لك يا حبيبتي ده انت حبيبتي. انا بصعب على الناس قوي مش عارفه ليه عشان برج. بصي يا شرعه اعتراضها انا بقى ما بعترضش. انا بغير اللي انا معترض عليه. ايه رايك بقى في التور بيعمل ايه مع الراجل معترض طول النهار؟ التور بيشوف مع اي حد ما طلعت له. التور قولي لها بتعملي ايه مع اللي طلع له. بيشوف جوزك شكله طيب يا بدري. انت شفتي جوزها فين؟ التور. لا انا حاسه ان جوزها طيب. قالت لك جوزها شكله طيب. بس انا حسيت الجو ده يا جماعه انت بقالي كتير معاهم ولا ايه؟ حسيت كده. لا احنا اللي مفضوحين. الطيبين اللي طيبين. بس ده نغسل ونرجع للضيفه الجميله ام دم خفيف استنى. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع قمرنا المنور اللي جايه مفكره نفسها ممكن تنفسن علينا. ما تعرفش ان هي ما تعرفش انها دخلت بين انياب الاسود والنمور. لا حقيقة. لا حقيقة. انتوا بتعملوا الجو يعني الصراحه. يعني انا قلت ايه؟ انا قلت لهم يا جماعه مش هتخش اتعرف على الناس اللي جوه دي يعني هتدخلوني على طول اصور معاهم. انا هدي عارفاها فاضيلك. انا هدي انا مش فاهمه يعني بس انا قلت برضو دقيقه كده تديني وقت كده. لا دي برضه ما حصلش حاجه عشان تبقي واحده من جمهورك. جمهورك يا حبيبتي انت في القطر عشان تبقي نجمه ناجحه لازم تتكلمي. اوحش حاجه انك تعملي صبعك. على فكره انتوا كلكم بتعملوا كده صوابعك طول النهار. لا انا بتكلم بالخمسه مش بواحد. كلكم بتعملوا كده صوابعك طول النهار. انا ما بلحقش ده لوحده كده تحسي بتعملي ايه؟ في 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 اللي بحذرك. ايوه اوعي تقرب. بس انا عايزه اقول لك ان دي في دراسه المحادثه وكيفيه السيطره على الاخر وانجذابه ليك انك بلاش تعمليه كده. ما نعمله ايه؟ بلاش ده. انا قلت لك بلاش كلمه لازم وهتعمل. ايوه دي حقيقه. طبعا صح. ويجب ان مفيش لازم مفيش الصوبة دي حقيقه. هو احنا كنا وطبعا نحافظ على نبره الصوت. اتفضلي جاوبي. مين هتقولي حاجه؟ لا حضرتك قولي. مين النجم اللي تحبي تشتغلي معاه او النجمه غيري؟ يعني انا سيبيني دلوقتي ما اتكلمتش عليا كتير. مش فاضيه السنه دي. غير وبعدين انا محدده مين اللي اشتغل معاه. لا عايزه انا اللي عاوزه امثل مع حد امثل مع الرجاله طبعا عشان الرجاله اكيد هتعلم واستفاد منها اكتر. الستات هتنفسي معايا. هروح امثل مع ستة نفس ليه؟ صح. يعني اول مره اروح اتكلم او اخش مش هيتنفسن عليك ليه يا حبيبتي؟ لا بقول لك ليه كوميديانا مثلا. انا صارفه كتير على الحلقه دي خلي بالك. لا مش واخده بيت من الفستان. لا والشوز انا زعلانه. عايزين الجامعه تجيب الشوز عشان هي زعلانه. طلعي فوق. لا طلعي الشوز. بري وريها ازاي بتطلعي رجلك على الترابيزه. لا ما تهزريش. بالرينا بالرينا بالانيلا. انا المرأة بلنينة. انا المرأة كاوتشوك. بالانيلا كاوتشوك. ببقى قاعده نص هنا ونص على ودماغي في الاوضه. مفيش ولا سؤال جد. لو نبيه لو ولا سؤال جد. ليه انا هسألك بجد. ايه؟ عايز تشتغلي مع مين رجاله؟ عايز اشتغل مع مين رجاله؟ او ست. اي حد من نجوم الصف الاول. امال احنا يعني صف عاشر؟ عشان يطلعوني.
عشان اتشام سافر اول يعني محمد رمضان مثلا. لو حبيت امثل تاني محمد رمضان، احمد السقف كتير، احمد عز، كل دول نجوم. طب لو حابه تعملي برنامج، تحب البرنامج انت هتعمليه ايه بعد رحله البرامج الكتير اللي عملتيها؟ عايزه تعملي برنامج ايه؟ اقعد على الكرسي بقى اللي انت قاعده عليه ده اهو. يا خرابيس انا مش بتكلم في مؤاخذه سعيده جدا يا ناموا ما جيتش القضاء ناموا لحد ما تتصرف معايا. انا شايفه ان الكرسي ده الصراحه صعب الوصول ليه، وانا بحب التحدي الصراحه يا بنتي. انا شايفه ان هي عامله نفسها مش عارفاني في الحلقه. شايفه كده يعني هو ايه؟ اشربي انت اللي جبتي لنفسك. على مني الاجابه جدا، الاجابه صريحه. هو انا مش عارفه ايه رايك، ما قلتش كرسي وشجاعه. ما قلتش صاحبتي حبيبتي. هو كل اللي بيجي ما اعرفش ليه بيبقى عينه على الكرسي ده، مش عارفه. الكرسي ده عامله مروش الجزيره. النجار اللي عامل الكرسي ده مميز. على العموم انا مش متفاجئه يعني، حتى مشيتي ورجعتي بطاقه اكتر. لا حول الله يا رب. مش بحسدك، انا مش بحسدك. دخلت امبارح اتفرج على اليوتيوب قبل ما اجي، قلت يعني انا بشوف البرنامج بس عايزه اشوف الجو يرن كده شويه حلقات كده، اشوف برضو ايه المود اخش فيه اكتر يعني. بتذاكري بقى؟ فاخدت لا انتصار في الجوع يا جماعه الصراحه كيداهم. ايوه تعالي بقى نلعب. يلا هنلعب لعبه اسمها عروستي. اوكي اوكي، او يعني فوازير نقدر نقول عليها فوازير. نبدا معاك يا نولي. معايا انا؟ اسالي السؤال بتاعك. من هو مخترع اللبان؟ من هو مخترع؟ الاستاذ ماستيكا؟ استاذ ماستيكا دي اسكندراني. مستر تشيكن لبان الذكر؟ لبان والله بداية لبان الذكر. انا بحبه لبان الذكر ده، هو اول حاجه. واحد اصلا كان يعرف لبان غير الذكر ولا حاجه؟ احنا في مصر ما كناش نعرف غيره، بس في العالم كله اكيد طلع. بس هو اللي اخترع، هو اخترع حاجه قبلها؟ هو اسمه لبان الذكر. هو اصلا مش بيتصنع نبات، بيتزرع لبان الذكر ده يعني بيتزرع طبيعي. عايزين نعرف مين اول واحد اخترع اللبان وتشديقه، يعني عايزين تشديقه وتشديقه. عايزه اسمه؟ امال يعني عايزه مين؟ عايزه باكل بن. طب انت تعرفيه؟ عندك الاجابه؟ عندك الاجابه؟ عندك حرام عليك انك مش عارفه الاجابه. انا؟ لا انا عارفه كل حاجه، كل حاجه عارفاها. عملت بيه اسم ذكي قبل ما اخش. ذكي من ورانا بيت؟ ايه؟ بتذاكري من ورانا بيت؟ اه لا ده انا بذاكر وفاهمه كل حاجه، بس انا بحب اللبان قوي. لا مش انا بقى، انا مش ما بنش. بتحبيه؟ طب ايه؟ لا بحبه اكتر. انا بحب كل حاجه. طب انا حاسه ان مش حد عارف ولا ايه؟ طيب اسمه توماس ادم. برافو والله، ده معلومه مسقفه. يبقى ادم استفدنا. توماس ادم في غير لبان ادمز، او واحد اللي هو كان صانع اللبان. لا هو ده. من هو مخترع حزام الامان في السياره؟ عم شنكل؟ رجل النور؟ رجل يا الهيفة، يا الهيفة ده على التقل. يا الهيفة مش عارفة اجابها، ولا عايزة اشارك معاكم مش لاقية ولا حاجة. هو حزام الامان؟ طب ممكن استخدم التليفون؟ مش عارفة البراشيم قوي، ما حدش معاه برشام؟ اي حاجة كده؟ ما حدش طبعا عارف. لا طبعا اتفضلي. ولا انت كنت عارفين؟ نايس بوهلاين. نايس بوهلاين. يا ساتر نايس بوهلاين. يا ساتر وده كان مين هيعرفه؟ نايس بوهلاين الماني. ايش انت رحت شيء؟ حزام الامان؟ يا ساتر يا رب. ايش انت شخصيا؟ بجد؟ الماني. طب خلي بالكم عشان الفتره الجايه هتشتغل على حزام الامان. كده ما حدش بيبس. اسمه نايس بوهلاين؟ يس الماني. احنا بقول لك في المانيا كمان ولا ايه؟ لا مش متشكره. جمع عندليب. عندليب؟ عندليب؟ جمع عندليب. عنادب. عناديب. لا لا. عندليوب. لا جمع عندليب. بجد في جمع؟ اه والله. لا هتلاقي عندليب. انا حاساها هي اصلا عندليب. لا عندلايب. لا عندلايب. 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 عندلايب انجلش. عند انتصار. عندلايب بالظبط. عنادل. عنادل. ما انا قلت عنادل. لا انت قلتي عنادل. عنادل ما قلتيش عنادل. والله قلت عنادل. قالت هنا عنادل. انا ما سمعتهاش. لا عنادل. صح عنادل. اوكي برافو. ثواني. اول اجابه، اول اجابه من اول الفقره دي. انا شايفه ان مفيش اي معلومات خالص. من هو اول شخص ارتدى حذاء بكعب 10 سنتي؟ حذاء بكعب 10 سنتي. شخص ده الرجاله اكيد في فرنسا. اكيد فرنسا ممكن يكون. استعان بصديق. طيب طب اي حاجه ما ينفعش كده يعني. دخلنا كده خلاص مفيش ولا اجابه معانا. ايوه مش عارفه حبيبتي. ايوه البني ادم بيتكلم ولما يسمع حد بيتكلم يقوم يقف عشان الناس التانيه تتكلم. ما سمعتكيش والله. كنت للدرجه دي تافهه ولا لا؟ ما سمعتش صوتك واطي. دي يعني دايما
دايما الرجاله بتمشي بفلات. اول واحد حط كعب. لا لا، رجاله بره في فرنسا ما كانوش بيمشوا فلات، بالعكس الراجل زمان قبل. كان بيلبس كعب في فرنسا وكعب كبير كمان. طيب على البنطلونات قبل نرجع لورا في فرنسا برضه. هو مين؟ الملك لويس الرابع عشر. برافو. كان طول عمره عايز الملك لويس الرابع. وانا ما عنديش ريبيز عشان الاجابه بتاعتي، يعني انت كل واحد في الاخر بيختم بقى الاجابه بتاعتك ويطلع انا بقى الفاشله. لا لا لا. طيب ما هو اسم صغير الخنزير؟ خننزر. خنزر. اسم صغير الخنزير؟ خنزوره. خنزر. خنزر. خنزور. 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 فقلش. خنوسه. 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 بلوسه. خنوس. خنوسه بلوسه. خنوسه بلبوسه. هقول لك الاجابه. خنوس. خنوس. ايوه خنوس. بجد اسمه خنوس بلبوس. خنوس. عشان الخنزير. طب ينفع حد يجي له سؤال زي ده؟ ما هو اسم الصغير. جميله قوي انها بتتكلم والناس بتتكلم عادي. فظيعه. عشان احنا بنعمل كده، احنا قدوه. المفروض بصراحه انت قدوه كده. هي قلدنا. انتوا بوظتوا 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 حقيقي. احنا بوظنا جيل من المذيعات. جيل. انا بقول لكم اول كده، انا ما كذبتش. انا اول كلمه قلت يا جماعه انتوا انتشرتوا قوي في البلد. طيب يا جماعه انا فاكره بس مش اي حد يعمل اللي احنا بنعمله. اه لا طبعا ده اساس. يعني انت مذيعه بقالك كام سنه طلعت بس راديو بس ما بتنفسنيش. لا ما بنفسنيش، انتوا مختلفين. احنا ممثلات مش مذيعات. ستات في كل البرامج، والله مش مجامله، عدد ستات في كل البرامج هي هي، بس انتوا عندكم هنا الموضوع النفسنه ده مختلف. وبعدين اقول لك على حاجه برضو، هي ما تحلوش الا بينا احنا الثلاثه. ده حقيقي. بس ده طب وانا ما خلاص لا بقى هتدفع عليها بقى. طب يا حبيبتي قولي اي كلمه كده. ما اقدرش يعني حلقتين ثلاثه هكدب عليك يعني. كملي سيزون بعدين. ينفع تفتحي التلفزيون على القاهره والناس على برنامج نفسنا تشوفي البرنامج داير من غيرنا احنا الثلاثه؟ لا الصراحه ما ينفعش. لا 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 بجد انتوا الثلاثه ليكوا جاذبيه عزه. نورتينا حبيبه قلبي. ثانك يو فيري ماتش. انا كمان مبسوطه قوي بيكم ومبسوطه منكم جدا بصراحه ان انتوا كنتوا طيبين معايا جدا النهارده ومنورين دايما ومش عارفه اقول لكم ايه. مشاهدينا لغايه هنا خلصت حلقتنا، لغايه ما نشوفكم في حلقه جديده. باي. بلاش الانتيم، ما تبوظيش الجوازه عشان اوزي راح راح. الراجل راجل ده، لو راجل مش اوزي ما يحبش الست بتاعته، والست بتاعته بقى خلاص بقت الست بتاعته ملكه، ما ينفعش يبقى لها انتيم. افرض يعني اوزي واخد على البيت وبيحب يقعد، يروح لماما بقى يشوفوا المرتبة سوا. شكلك وحش قوي 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 جدا وانت داخل كده جديد والتاني قديم ومترستق. ده طنط بتقول له يا اوزي، وطنط مش فاكره اسمك بالكامل ايه؟ حماتك ما تعرفش اسمك بالكامل، مش عارفه اسم امك، في حين طنط رضعت مع امه وهم صغيرين. مع امه اوزي. لو حصل وانت داخله علاقه تتجوزي ومعاكي واحد انتيم صاحبك او انت كذلك، ملوش داعي تخبي او تكذب، يعني خلينا واضحين من الاول. يتقبل الطرف الاخر الفكره، ما تتقبلش الفكره، يلتقينا في نقطه وسط. بعمل مسرحيه اسمها بيت من لحم. فاكره انت؟ افتكرتي يا روحي؟ ما انا قلت مش هتقول. لقيتك بتقول يعني. وبعد اول خمس دقايق من المسرحيه فده كل كلامي طبعا مع انتصار، فبقول لها جملتي منتظره انها ترد عليا علشان اكمل بقيت الرد عليها يعني. وفجاه لقيتها ما بتردش عليا بجملتها، بتقولي انت مالك عامله كده ليه؟ انت متوتره قوي كده ليه؟ وفجاه انا رياكشني ضرب بلاها وما بقتش فاهمه اي حاجه، فاهمه؟ الناس ضحكت على رياكشني. ميرسي جدا ان انا كنت ضيفه معاكم النهارده في نفسنا، حقيقي استمتعت جدا بالحلقه. نجوم نفسنا نجوم طيبين جدا، مش زي ما كل ضيف بيجي يقول انا بخاف من بدريه وبخاف من انتصار. معرفش ليه الناس فاكره ان هم الناس دي مش بني ادمين او على طول منفسنين. في كمان منفسنين طيبين جدا حقيقي، ودي مش مجامله. ميرسي جدا ليكم، ميرسي القاهره والناس، ميرسي نفسنا وبحبكم قوي.